تنسلين بيه؟ بس اهدى على نفسك شوية. انت مش فاكرني ولا ايه؟ والفين بدير؟ ليه يا نعيم؟ حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. أشوف الفلوس الأول. أدوا الفلوس. اتحرك يا مرسي. ماشي. سلموه البضاعة. تمام يا كبير. يا ولاد الكلب. ايه ده سيد؟ انت فين يا؟ مش قلت لكم؟ هيجروا زي الفيران. عيب ده انا كبير. هي العيال ملهاش لازمه. بس الخوف كله من زعل سليم. بقول لك ايه؟ كده كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا. ويحمد ربنا ان ما حدش منهم اتقبض عليه. هعوضها له العمليه اللي جايه. دماغ سمك. اظبط يا خروف منك ليه؟ اظبط يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له. يا ده سيد يا جدع اشحن القطيع على الثلاجه. يلا يا شبهها منك ليه على الثلاجه؟ يلا افتح الباب. يلا يا ولد. يلا يا ده افتح الباب وبالراحه على الثلاجه فوز. يلا يا اللي هيخرج من الثلاجه هموته. تعال يا كتلة، تعال. انت هتدوسني ولا ايه؟ اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. الفلوس فين؟ مفيش فلوس، بضاعتك في العربية زي ما هي، خدها واتكل على الله. اه، الكلام ده في شارع ماما. لخص يا جن. الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ التالتة في دماغك، فين الفلوس؟ يعني ايه الحكومة كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعة؟ وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم أول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جري في حتة. باشا سعادتك أنا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين أو عاملين علينا لعبة. ما هو سعادتك يعني إحنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف أصلهم ولا فصلهم. تعبيط يا نعيم ولا بتستهبل؟ إذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي. لا أكيد حكاية غير كده.
اطلب لي التهامي. كل لك نظر يا ابو المفهوميه. الحكايه غير كده خالص. ايه الحكايه يا فارس؟ البضاعه زي ما هي في العربيه يا كبير. وادي الفلوس كمان يا عمهم. مش ناقصه جنيه. ده انت جامد اهو يا فارس. برافو يا فارس. بس الدير لازم يدفع ثمن غدره بسعادتك. دفعوا بزياده. تلميذك قنبله رجوله، انا علمت عليه ورجالته. اديتهم درس عمرهم ما ينسوه. عرفتوا ازاي اتعامل مع الكبار. انا مش قلت لكم من الاول ان فارس ده مكسب؟ انا يا ابني هوريك عز عمرك ما شفته. وانا عمهم مش هينوبني من العز وز، انا كنت معاه برضه. وانت يا مسلم؟ هينوبك من العز حاجه كده على قد طولك. حبيبي يا عمو.